اللي غتحير بثمن، اللي غادي تبكي بثمن، اللي غادي يطيح بثمن، هذيك الافلام وهذيك المسرحيه انا اطالبه باش تدخل. هاد الفيلم اللي داروا خصو يدخل في هوليوود، خصو ياخذ جائزه احسن الافلام، لان داروا هما على من مثلوا، مثلوا على راسهم، ولكن ما مثلوش على الناس، على الشرفاء، ما مثلوش على المحكمه الموقره، لان كل مثلوا ونجح لهم الملف كل طلق الصراح ديالو. المحكمه الموقره بحال داخل السينما الميغاراما تيتفرجوا حشومه، داك الشيء عيب وعار. من اللي خرج واحد بهذاك التصريح تيقول رئيس الجمعيه، هو كان معاهم في المنظومه، من اللي ربما ما كملوش معاه الاتفاقيه في اطار الاكراميه نط تقلب عليهم. هذا المفهوم بان كل من بني باطل فهو باطل بقوه القانون، لان احنا فاش كنا احنا تعتقلنا 22 يوم بتهمه الطوارئ اللي تعدى علينا ذاك قائد ملحقه السيد الخادر الالفه البيضاء، اللي مازال حنا متمسكين بالبراءه ديالنا ومتمسكين بفتح تحقيق بهاد الامراء. خويا الله يكثر لك، وفتح تحقيق بهاد المؤامره اللي دارت ناضي بدا يطاول. هو عنده اي واحد، هاد المتهم يوسف الزروالي اللي هو في حاله اعتقال، هو اي واحد عنده فاشل، محامي فاشل، هذا فاشل. وبين لا باش نكمل، لا استاذة الكريمه، لا باش نكمل. هو يتهم اي واحد فاشل، وبين حتى العلوم كعب ديال. نعم مرحبا مرحبا. السؤال هو بغيناك توضح لنا شنو المفهوم ديال الظلال الوسيط. هذا الظلال الوسيط، هذه كلمه يونانيه برتقيزيه المانيه خريبقيه، هاتي فاهمه تصفيقات حاره لهاد الصحافي هذا، والله تتصفق. هادي احنا راه مفهوم ان في الاول بانه تيتعامل بعد المهمات، جات مهمه ما كذبناش، كل ما قاله الدالي فهو حق، لان احنا عارفين اللعبه وعارفين عادي. الناس اللي تجي هنا مسكينه تيستغلوا الظروف ديالها، تيقول ما جين بالقنان باش يدوا الحواله، واش هذه محكمه ولا رحبه الحواله؟ حنا هذه بلاد الحق والقانون، وهذيك الشطاحات وهذيك وبعد ملي تيتجمعوا هنايا راه خلق طوارئ، خرق طوارئ مع التحريض على خرق طوارئ. تكلمنا على ان هذه واش محكمه ولا رحبه الحواله، فالمكان كامل غضبانين على الدليل اللي جا. علاش شكون هما؟ كيقولوا انه صناد الحواله. لا 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 شوفي استاذه، انا قلت المحكمه حيت علاش؟ حيت جاو ناس نهار جيت هنا وتهجموا عليا وعرضوني للقتل، وحده جايه عندي هي واحد الراجل عافاك خليه يخرج تنازل ليه باش يعطينا حولي، مع تصفيقات حاره لساكنه مكناس، واحد تصفيقات حاره ليكم. هم هادو ناس انت فين ساكن اخويا؟ انت تعرفني؟ صافي الحمد لله. ما تقوليش شي حاجه ما كايناش، ما تكونيش طرف. لا احنا كنقولوا لا تتقولي لا سمحي، ما كنقولوش شنو قالوا الناس. لا اش قالوا؟ لا بالعكس، انا مكانسه، انا المكانسه، انا تنحيي ساكنه منطقه، انا تنحيي ساكنه مكناس، تنحيي على التراث ديالهم، تنحييهم على الكرم ديالهم، تنحييهم على العقلانيه ديالهم. الواقع ولكن راه الفقر كاين حتى في الدول العظمى، لا لاستغلال الفقراء لاغراض شخصيه. كاين الاخوان هادشي ولا ما كاينش؟ واحد واش واحد نعم زيد نعم. واحد السيده في الكومنتير هنايا في التعليق ديال المباشر اللي دايرين دابا قالت كيفاش كيضيع عقل واحد من زوجه كتعطي الفلوس ويهضر والقضيه غير مسموعه. وامشي سولوا راجلها، سولوا راجلها، لان سولوا راجلها قال لك كل راعي مسؤول عن رعيته. انا تكون عندي مرتي دير لي هكا، ما انا ما غنكونش راجل، انا ماشي راجل حشومه، لان الراجل هو اللي تيحكم. او حتى وحده جايه مضحيه بكورونا. لا 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 هنا جبت قال كيتفاعلوا معنا كيقولوا انك تاتي لهم بهذا المفهوم هذا ابو سعد. شكون هما؟ هما المتبعين الان في كل يوم. واش خالته ولا عمته؟ انا نعطيكم الصفه ماشي جوجل. انا ملي دخلت لجوجل سولت على الزيمبابوي قالوا لي هي عاصمه. تفضلوا الاخوان، ملي دخلت لجوجل درت زيمبابوي داروا لي قال طلعت لي هي عاصمه سويسرا. واش واحد قالوا لي عاجبك جمعيه ايه؟ قال لي لا راه في جوجل. الله يهديكم الاخوان، شي وثائق ها هو ما يفيد. الصفه القانونيه والصفه الضبطيه. وتنعاود ناكد تنشكر ساكنه وشباب منطقه ديال مكناس، تنشكركم بزاف، لان عندي صحابي وعندي فروع ديالي وعندي ممثلين ديال الحركه ديالي ديالنا من مكناس.
نعم الان تقدمها الاقراص الاقراص هاد الاقراص فيها هي في اطار هي في اطاريه سريه البحث، ولكن انا ما نعمقش. هادو اقراص مع عندنا مع معاينه ديال المفوض القضائي بان داك السيد اتصل بينا ما تنعرفوش في اطار هو بغى يلعبوا طوم وجيري. هما تيلعبوا هذاك الشيء تيديروا منهم واليهم. هاد الناس لا تا الوالد، هاد الناس اللي جاوا شهدوا راه الناس راه بيناتهم، راهم شبكه بيناتهم. هذيك السيده اللي جات شكون هي؟ بعدا في الفقه القانوني كما علمونا الناس، وتنشكر المحامي السناوي، كلنا محمد السناوي، كلنا سي السناوي، لان محامي بهيئه الدار البيضاء اللي والمحامين بهيئه الدار البيضاء كاملين اللي بالاحتكاك وبملفات ديالنا اللي كانوا تما تعلمناهم، علمونا شويه فين نحطوا رجلينا وعلمونا الفقه. اما انا باش يجي واحد متهم ومتابع من طرف الورا النيابه العامه كانت صادقه في سك المتابعه، قال لك هذا الشيء تيدير الاحسان بدون ترخيص. جات وحده اكداته وقالت لي هذا السيد انا تنصيفط ليه وتنعطيه وتنفرقه. هذه راه وسائل اثبات. جاي الشهيده عوض ما كانت الشهاده. لا هاد الشهيده شوف هاد الشهيده هذه عواشر كبيره عند الله، وبهذه المناسبه تنطلبوا الشفاء المقام العالي بالله والاسره العلويه كاملين بعيد مبارك سعيد. نقول لكم الواقع، الله راه كبير. راهم مات واحد خرج بارح من عندهم البارح تيقول لك راه تيخلصونا وتيعطيونا وتيديروا. والبارح في اطار المحاكمه جات سيده من فرنسا مكرفصه وقيله مخليه ولادها ومخليه راجلها وجايه وجايه ديال الفلوس. صحاب المغاربه راه قروا ولادهم ما بخبز واتاي، كاين هادشي ولا ما كايناش؟ احشي واحد الثقه حاره الله يكبر بك. شوما هاد البنات هاد المغاربه 20000 درهم اللي جابت معاها الامام، قالت لك دابا هي جابت 20000 درهم في الفيديو، شفت انا الفيديو تتقول هذه جبتها للمحامي، تعطي المحامي مليار يخرجوا لك ابلاد الحق والقانون. وما ديرش كاع محامي الا ما عندك والو، راه ما عندك والو. هذه بلاد الحق والقانون، وانا تنعاود ناكدها. السيده جات ما برا، وحنا قلنا بان هناك مهمات اوفري برا اللي الغالب الله ربما رجالتهم كبروا ما بقاوش تيزيدوا ولا تيرجعوا اللور، راه جاب لهم الله واحد اللي تيزيد القدام مزيان راه تيتهلاو فيه. والواقع هذا هذه القضيه ديال برطال اللي مازال لحد الان حنا تنطالبوا بالصراحه برطال، لان المتهمه اللي في حقه هي في اطار السب والشتم والتشهير، وان شاء الله القضاء اللي غيقول الكلمه ديالو. ولكن التهم الثقيله هي في مواجهه يوسف الزروالي ومن معه، وبان الفصل بان الفصل 84 من القانون الجنائي يتم مواصله ومتابعه كل ما تم ثبت تورطه مساهما او مساعدا او مشاركا، لان هذا الشيء راه ماشي بالملف الهين، هذا راه ملف كبير. راه هناك فري 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 كاين شبهات وكاين تجارة في البشر. ملي تتشد راجل تتهزو، واش تبغي شي وحده اخوتي واحد يهزك يتم غادي به في الكروسه وغيشري ليه الزيت بنا البلاد؟ لا خليني نقول السؤال، واش بغيت تبغيوها؟ ما يبغيوهاش. حشومه. نعم سميتو السؤال اللي عندي هو شنو الراي ديالك في البلطجيه ديال الزوال اللي جاوك ما كيخليوش الصحفيين يوثقوا الاب ديالو وهو كيغوت؟ ياك حنا عبلاتي ياك حنا نهار جينا هنا بغاو يصوتونا وتهاجموا عليكم ما حبسناكمش. هذا تيبين بان هناك ضعف الثقافه الفكريه. هما تيصحابو بحال نهار مشاو للحبس تما داخل محلبات الريب، شرب الريب بالسير وخرج. حتى لا ترى المحكمه هذه وعندها قرارات ديالها، ويجب احترام قرارات المؤسسات. وبهذه المناسبه على الوقفات التضامنيه اللي كتكون مع يوسف كل جلسه امام المحكمه، وهذاك راه قالها بان كلهم بالاكراميات. واش هكذا كيقصدوا انهم كيضغطوا على القضاء او لا كيشجعوا الوالي او لا شوف او لا انا شوف لا تيجيو يدبروا على راسهم سالين الواقع هذا، وجايبين شاهد عنده 6 سنين، عنده سوابق 6 سنين ديال الحبس
في تجاره المخدرات. لا شوف اللي عنده سوابق عدليه ما تياخذ بسبب وهذاك ما تياخذوش في الشهاده. وزيدون هذاك ولد 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 الخيريه اللي جاب سيدي راه تيعيطوا ليا تيحرضوني. شكون اللي تيحرضك؟ وعندنا تسجيل صوتي من السيد اللي اتفقتوا معاه اللي فاش هو كان هنا تيعيط لي بان الناس معاك انت. ايوا راه كاينه ولكن راه عايقين بهم. راه هذه بلاد الحق القانون وبلاد هذه بلاد الحق والقانون. هذه بلاد الحق والقانون. نعم. سؤالي ليك هو ان انت باش شنو التهمه اللي كتتابع بها يوسف الدواري امام المحكمه الفدائيه؟ لاننا كنا كنشوفكم كتبادلوا الشتائم بيناتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. واش انت كتتابع؟ لا بلاتي عمرك لا بلاتي عمرك شتينا تنعايرو؟ ربما هو لا ماشي ربما لا تتاكدي من المعلومه. حنا من التقاليد والاعراف. حنا ما اسمحي لي استاذه حنا من التقاليد امام المحكمه الفدائيه شوفي يا استاذه شوفي يا استاذه هذه بلاد الحق والقانون وحنا عندنا التقاليد والاعراف. حنا ما عمرنا سبينا حد ما عمرنا عين. حنا تنتابعوه. حنا ماشي تنتابعوا المحكمه. انا واخا ندير شكايه تيبقى الاختصاص النيابه العامه. النيابه العامه هي اللي تتابع. الا كانوا ثابتين القرائن راه تتابع. هناك عده شكايات. هناك السب والشتم والتشهير. هناك التجاره في البشر. هناك تطاول على مؤسسه القضاء. هناك شكايه اخرى بالتطاول على المقام على مقدسات البلاد. فاش قال هذا الراي حسن من الملك حسن من محمد السادس تيتسمى التحريض على رموز الدوله. تيتسمى التحريض وتيتسمى تكفير افراد الجاليه على ارضهم الام. الاخوان راه الناس تتبكي بغا تدخل لهاد البلاد السعيده. نعم اسيدي. حنا دابا كاعلاميين كتاب ما كنوثقوا هاد الشيء مزيان الا في اللحظه فاش بابا تيغوت هم عندك هما وعندك واحد الناس اللي معاهم اعتبرناهم حنا بلطاجيه وحنا منهم غاديين راه يتفكروا. الله يشافيك الله يشافيك. ما خلاوناش نوثقوا ديك القضيه زعما بمعنى واش اعتبروها شو. كيفاش هذيك اللحظه ديال باكم تيغوت ما بغيتوهاش توثق وانتم كتوثقوا الناس في الكروسه؟ الله يرضى عليك. اول حاجه انا اصاله عن نفسي ونيابه عن جميع اعضاء ومنخرطين كجمعيه حركه شباب ملكه للمغاربه عبر العالم. انا اعلن التضامن التام المشروط مع الصحافه اللي تعرضت للاعتداء وتعرضت للاهانه. هاد الناس ما خلاو حتى شي جهه. ما خلاو حتى شي ممثلين مؤسسه. ما خلاو حتى شي جهاز. راك انتم تعتبروا جهاز. راك سلطه رابعه. نعلن التضامن التام ونطالب بفتح تحقيق ومعاقبه كل من تم تورطه في الاعتداء عليكم. لان السلطه لان مهنه الصحافه مهنه شريفه لا يمكن تسد لها فمها. النهار جاو هما نهار هنا باركين تيتعداو عنا ويضربوا ويخربوا ديال البوليس. حنا قلنا لكم شي حاجه. جات هاد السيدة المشكورة تبارك الله على هاد الصحفية هادي بربي تغتبع الألمان هادي والله إلا الكفاءة اللي عندها تبارك الله. هاد ديال ألوانكم تبارك الله. لأن علاش؟ لأن أنا فاش تعرضت للاعتداء وتعرضت لهادي وتعرضت تحرمت والله إلا تحرمت كاع من دخول المحكمة. هاديك راه جريمة في حد ذاتها. ولكن حنا جينا باش نبينوا باش حنا متمسكين بالشكاية ديالنا ومتمسكين بالمطالب ديالنا. والمحكمه الموقره واسع النظر. انا تنجي نعاود ناكد لا للتجاره في البشر لا للاساءه ومن نهار راه كانوا هذوك النهار شي وحدين ملي شافوا هذاك التهجم ديال لي زانديا راه هربوا. لان باش غنجي انا على حقي. وبهذه المناسبه تنطالب من السيد ممثل النيابه العامه بتوفير ظروف الحمايه. لان علاش؟ هذه المحكمه هذه من حق اي مجرم ولا اي مطالب ولا اي ضحيه يدخل المحكمه كيف ما كانت جنسيته. باش غنتحرموا راه تحرم من حق دستوري خطير. نعم. خرق طوارئ ما انا جيت انا اللي ثالث مره تنجي بوحدي
في اطار طوارئ وخرف طوارئ وجيت الا باذن وبرخصه. انا راه انا بامكاني نحضر بربي تنحضر 7000 8000 واحد، ولكن لا انا هذاك الشيء حنا تنديروا تنهبطوا القواعد ديالنا، حنا تنهبطوا القواعد ديالنا على البلاد وعلى المقدسات ديال البلاد، غيرها ما تنهبطوش. تنجيو بوحدنا، حنا عارفين استقلاليه القضاء وعارفين علو كعب المحكمه الموقره. هل من سؤال؟ هل من سؤال الاخوان حيت ندخل الله يحفظك. محبه واخلاص المقام العالي بالله رفعت الجلسه. اسم جلالة ملك رفعت الجلسه. اذا مشاهدي قناه شو تي في كما كتشوفوا معنا حنا الان كنتواجدوا مباشره من امام المحكمه الابتدائيه بالعاصمه الاسماعيليه مكناس. لحظه شو معنا وصول حمود الدليل اللي هو من ضحايا يوسف الزروالي اللي غادي يقدم ادله او حقائق صادمه كيف ما قال لنا هو ما يمكنش انه يكشف عليها نظرا لسريه البحث، فغادي ننتظروا حدود انه يخرج من المحكمه يقول لنا شنو هو اخر التطورات واخر المستجدات في القضيه ديالو. شي كلمه فقط التصويره بلا انا تنعلن الصلح ديالي مع جريده صوت العداله. اذا هذا الصلح على وجه هذه السيده، علاش؟ وهذه رساله بان السلطه بان الصحافه راه باعتبارها سلطه رابعه وخاصهم يتريتوا وما نبقاوش يزربوا وتنتمنى لك مسار. وهذا السيده يقسم فمي بلا لا هي السبب، حيت الرؤيه اللي شفتها هي وهذا الشاب هذا رؤيه مختلفه. لا رؤيه مختلفه، لان انا تنتمنى هاد الناس هادو هاد السي بن حريميده ولا ذاك الحواته هذاك اللي تيدير الحوت يعطيو المشعل لهاد الناس، لان هاد الناس قادين بشغلهم. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا احمد الدراري اذا مشاهدي قناه شفتي فيه كيف ما شفتوا معنا، هذه اخر تصريح كان لحمود الدالي، هو كيطالب يعني السماحه من احد الجرائد الالكترونيه اللي كان عنده خصام معهم. فهو طبعا ان حمود الدالي عطى معطيات جديده وقال عنده اقراص مدمجه اللي فيها معطيات خطيره ما يقدرش انه يصرح بها الان لانه كتدخل ضمن سريه البحث. فخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نرجع لكم. طبعا سولناه العديد من الاسئله من ضمنها وصف يعني المكانسه برحبه الحواله، فهو قال ربما ما قصدش انه يهين المكانسه، فقال ربما داك جوج ديال مناصر يوسف اللي طالبوا منه انه ينتزل على القضيه باش يقدم لهم الاضحيه ديال العيد، فهذا الشيء علاش قصد رحبه الحواله. على كل حال مشاهدي قناه شوف تيفي، حنا الان باقيين مستمرين امام المحكمه الابتدائيه بمدينه مكناس. الى هنا دمتم بالف خير والى بث مباشر اخر، موضوع اخر مكان اخر، والى اللقاء.